ونتلقى أيضا اتصالا هاتفيا من الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. مساء الخير يا فندم. يعني في تحليلنا ورصدنا لأصداء الشارع المصري لنتائج انتخابات الرئاسة العام 2024، يعني كما قال السيد الرئيس في كلمته، مشهد اصطفاف المواطنين وانخراطهم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري. إذن هي رسالة أراد الشعب أن يرسلها إلى الداخل والخارج، كيف ارتأيتها هذه الرسالة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. خليني الاول اهني السيد الرئيس فوزه بولايه رئاسيه جديده. بنتمنى لسيادته خالص التوفيق في تلك المسؤوليه الكبيره التي طالما حملها سيادته بكل صدق وامانه وشرف. وهني الشعب المصري على الملحمه والانتفاضه اللي تمت في الداخل والخارج بضرب اربع الامثله في الاستقرار خلف الدوله المصريه، وتوافدوا في الداخل والخارج حول لجان الانتخابات للتصويت لكي يبينوا للعالم كله ان الشعب المصري شعب له حضاره وله ثوابت تاريخيه، وشعب بيصف ويلتحم حول الدوله المصريه وحول القياده السياسيه، شعب بيحافظ على امن وبيحافظ على وطن، وشعب بقى عنده وعي سياسي. الوعي السياسي ده هو بقى الفيصل في كل التحديات اللي بتقابل الشعب المصري. كمان اللي حصل في الانتخابات الرئاسيه ده بيعكس اجماع الشعب المصري حول سياده الرئيس في حصوله على ثقه الناخبين وفوزه باكتساح في انتخابات 2024. رغم ان ده يعني فوز معتاد وشعبيه معتاده للسيد الرئيس، الا انه ده كان فوز استثنائي لسببين: التوقيت وشكل المنافسه. التوقيت اللي بتمر بيه الدوله المصريه توقيت استثنائي، توقيت حرج، في تحديات في الداخل والخارج، الاقليم كله حوالينا خاصه في الشرق بيموج بصراعات واساطيل في البحر الاحمر والى اخره. كل هذه الامور جعلت الانتخابات في توقيت استثنائي، والاعتداء الغاشم على اهالينا في غزه، والامر اللي جعل المصريين بيصطفوا حوالين الوطن، بيصطفوا حوالين امن الدوله المصريه والحفاظ عليها من التحديات ومن العدو، سواء كان اهل الشر او العدو الاساسي بتاعنا. فكان الشعب المصري نزل عشان يعبر عن وعيه وعن خوفه على بلده وعن خوفه عن ارضه، وان فينا جزء هام من ارضه ارض الفيروس، وانه مش هيفرط في اي شيء بنظمه. اكيد. الحاجه الثانيه انه بيصطف حول قياده سياسيه واعيه حكيمه ما بتندفعش ورا المشاعر او ورا الاستفزازات، وده كانت التجربه من 2013، واحنا عايشين التجربه مع القياده السياسيه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وبنكمل معاه المسيره لان احنا خدنا معاه تجارب، والشعب اصطف حول قيادته السياسيه قبل كده في تفويضه في مقاومه الارهاب وتفويضه في الحفاظ على سيناء. كل هذه الامور التجارب ادت الى ثقه الشعب المصري في قيادته السياسيه ووعي الشعب المصري في الحفاظ على الدوله المصريه. ده التوقيت. شكل المنافسه في التعدديه اللي كان موجود ده الشكل الاستثنائي الثاني، في تعدديه، وبالتالي التعدديه ادت الى اقبال الناخبين على صناديق الانتخاب، لان كل اطياف المجتمع بايديولوجياتهم وثقافتهم تقدر تشترك وتقدر تختار اللي هي عايزاه، لان عندها تعدديه وفي منافسه. وده كان مشهد حضاري داخل الدوله المصريه، لانه الانتخابات دي بالتحديد هي انتخابات استثنائيه، لانه كمان حضرتك حصل فيها طفرات من الهيئه الوطنيه للانتخابات. يعني لما تلاقي رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات بيفتتح اللجان يوميا الصبح وبيكلم لجنه كونفرنس كول على الشاشه، ورئيس اللجنه بيكلمه ويطمن فتح ولا لا، والامور مستقره ولا لا، هل عندك مشاكل، عايز دعم، ده مشهد ما شفناهوش قبل كده، لا شفناه 14 ولا في انتخابات 2018. في الحقيقه اول مره نشوف المشهد ده. ده بيعني وبيعكس رؤيه الدوله المصريه في المستقبل وفي الحاضر كمان، ان الدوله المصريه انتهى عهد العشوائيات خلاص، ما بقاش في حاجه بتتعمل
غير منظمة، غير ممنهجة، غير مدروسة وفقا لكل المعايير العلمية والمعايير الحديثة وفقا لأحدث التقنيات. وبالتالي صدرنا للعالم مشهد بيقول لهم ادي الشعب المصري وادي الدولة المصرية، خدوا بالكم لأنه احنا بنبني وبنعمر وتحملنا كل التحديات دي كلها، تحديات الإصلاح الاقتصادي، تحديات التنمية، تحديات الإرهاب، تحديات غلاء الأسعار، كل التحديات، تحديات الإشاعات، تحملنا كل ده ومن أجل هذا الوطن. وكل المكتسبات اللي احنا حققناها مش هنفرط فيها، وهنفضل نبني ونعمر ونعلق، مش حدش هيقدر يهدم الدولة المصرية ولا يهدم ثوابتنا ومكتسباتنا، لأن هم دايما عايزيننا نبدأ من الصفر ويهدم ونبدأ تاني من الصفر. فاحنا بنقول لهم احنا هنعلي ونعلي وهنفضل ننمي بلدنا ونكبرها، وهنتحمل النهارده وبكره وبعده شبابنا الواعي القادر اللي شارك بشكل غير مسبوق في الانتخابات السابقه الحاليه، الشباب ده ادى درس وادى مشهد تاني للدوله المصريه، ان المستقبل كمان هيبقى زي الحاضر وزي الماضي، بل بالعكس هيبقى اقوى بسواعد شباب مصر ومستقبلها. والشباب شارك بجهد وشارك بشكل يليق بيه، وده مش جاي من فراغ، ده جاي من الحوار الوطني وجاي من مؤسسه رائعه زي تنسيقيه شباب الاحزاب اللي بتكرس الكوادر السياسيه. ففي شغل الدوله المصريه عاملاه، زي ما مكنت المراه خلال العشر سنوات السابقه وبقت المراه موجوده في كل مكان خلاص، وهي قصب هذه الدوله المصريه وهي حجر الاساس، خلاص بنشوفها في الشرطه، بنشوفها في القضاء، بنشوفها في كل المجالات، كل اجهزه الدوله بالظبط كده، اجهزه الدوله. وبالتالي النهارده بنعمل تمكين للشباب اكتر بقى، وبيتصدر المشهد لان هو المستقبل. هو النهارده انت عندك 30 40 او اكتر من 40 45% بيمثلوا القوه الشبابيه داخل المجتمع المصري، ودي قوه لا يستهان بها. وبالتالي تمكين الشباب في الفتره القادمه من خلال مبادرات ومن خلال رواد الاعمال ومن خلال المشروعات اللي بيقدموها في كافه المجالات في الحوار الوطني، كل ده بيعني ان الدوله المصريه بتسير بخطى ثابته وفي مسار ديمقراطي وفي مسار الى المستقبل وبشكل علمي حضاري. وزي ما قلت لحضرتك ان عهد العشوائيات داخل الدوله المصريه في كل شيء، مش عشوائيات سكن، عهد انتهى انتهى ولا ومش هيرجع تاني، لان الشعب المصري قادر وبيستطع حول قيادته السياسيه اللي هو اختارها علشان يكملوا المسيره، مسيره الاصلاح والتنميه، مسيره التحديات، مسيره التضخم وارتفاع الاسعار، مسيره الاشاعات والقضاء عليها. يعني دعنا نقول ايضا ان لولا ما تحقق من انجازات لمسها المواطن المصري لما كان سيكون له هذا الاختيار. هو لمس الانجازات واحس بمصداقيتها، وبالتالي اقدم على الكثافه في المشاركه في الانتخابات، دي نمره واحد. ثاني حاجه هذا الاختيار اللي قام به. حضرتك ذكرت ايضا ان هناك الكثير من التحديات بتنتظرنا، ولكن انا عايزه اتوقف عند كلمه السيد الرئيس حينما قال انه يدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها، ولكن بيؤكد ادراكه بان البطل في مواجهه هذه التحديات هو المواطن المصري. باعتقادك ما هو المطلوب من المواطن المصري في الفتره القادمه؟ بصي، احنا عندنا التحديات بقى، عندنا تحديات داخليه وتحديات خارجيه. التحديات الخارجيه طبعا ليها انعكاس على الداخل، زي الازمات الاقتصاديه فليها انعكاس اقتصادي على مستوى العالم، فبالتالي بيبقى ليها انعكاسات علينا في الداخل. فهيبقى التحدي اللي موجود هنا من الشعب المصري انه بيتحمل هذه التحديات الى ان تمر، لانها مش هتفضل طول العمر. التحديات دي كمان الدولة المصرية والحكومة والقيادة المصرية بيعملوا بكل جهد في تقليل حدة التضخم وارتفاع الأسعار، لأن هي ده التحدي القوي الحقيقي اللي بيقابل المواطن المصري، اللي الدولة بتعمل فيه بجهد وفقا لخطة اقتصادية ووفقا لمشاريع وقتية صغيرة بتقابل التحدي علشان نقدر نعدي الأزمات. بيحصل أزمة معينة في حاجة محددة في الاقتصاد، بتبص تلاقي الدولة المصرية والحكومة المصرية انطلقت فيها علشان تخفف حدة الأعباء والتحدي على المواطن المصري. المواطن المصري مطلوب منه إنه يبقى واعي قوي إن كل هذه الأمور مش بتحصل صدفة على مصر، إنها بتحصل
مخططات عشان اسقاط الدوله المصريه، وهو عنده الوعي ده، فهو هيستمر في تحمل التحدي وهيستمر في قبول هذا الامر الى ان ينتهي، لانه هينتهي مش هيفضل طول العمر، لان هم وسيله الضغط عليه القويه عشان يحصل انفجار شعبي، وده مش هيحصل. احنا بقى لنا 10 سنين ما حصلش ده، احنا فقدنا شهداء في الارهاب، فقدنا شهداء في الحروب وفي ارض سيناء، يعني احنا الشعب المصري واعي جدا وعنده استعداد يضحي بما هو نفيس وغالي من اجل هذا الوطن، لانه عارف ان ده مستقبل الاولاد ومستقبل الدوله المصريه، فحريص جدا وفاهم الضغوط اللي بتتم على الدوله المصريه. التحدي الخارجي الاخر وهو ان انت كل الاقليم حواليك في صراعات وحروب غير عاديه، وهذه الصراعات والحروب الغير عاديه برضو نكون صادقين ممنهجه ومقصود بها الدوله المصريه، علشان الدوله المصريه يا اما تدخل في حرب وجيشها يدخل في حرب وبالتالي يدمر اقتصادك، بقى اقتصادك كله ومواردك كلها هتروح في حرب، ما عندكيش فرصه انك تعملي اقتصاد. فهو برضو التوجه اللي مقصود به ان الدوله المصريه تنزلق الى حرب اقليميه، وبالتالي يبقى هم حققوا الهدف، يوقف بقى اقتصادك ويوقف مشاريعك التنمويه والاصلاح الاقتصادي اللي انت بتعمليه، وتفضلي تضخي كل امكانياتك للجيش وللسلاح عشان تقاومي وتحمي الدوله المصريه. احنا منتبهين جيدا لهذا، والقياده السياسيه واعيه قوي لهذا الموضوع، وده حصل في الشهور الاخيره بقياده سياسيه حكيمه، عارفه يعني ايه الاستفزازات بتتم، عارفه ما بتندركش ولا عواطف ولا عشوائيات، لا الامور مدروسه ومعروف ايه اللي بيحصل في الدوله المصريه، ايه اللي بيحصل على الدوله المصريه، علشان هو مطلوب انها تدخل حروب ومطلوب ان رجليها تيجي في نزاع اقليمي، وبالتالي يبقى زيها زي كل الدول. خدي بالك انه الدوله المصريه الوحيده اللي واقفه على رجليها في الاقليم كله، وجبتها ما دخلش حروب، وكل التحديات اللي جات لنا عديناها من اول كوفيد ومن اول الحرب الاوكرانيه، هذه ازمه التضخم، الحمد لله قادرين بقوه وصمود ووعي الشعب المصري، قادرين بقياده سياسيه وطنيه مؤمنه بفكره الوطن، مؤمنه بقوه الشعب المصري، مؤمنه بتوحيد القوى والاتحاد وتلاحم الشعب المصري خلف الجيش والشرطه والقياده. كل هذه الامور بتدي رساله قويه لكل من تسول له نفسه، للدوله المصريه دوله ذات شعب قوي، شعب واعي، وقياده سياسيه قويه، وجيش مصري قوي ويستطيع ان يدافع عن شعبه وعن وطنه ولا يتوانى في ذلك. نعم، يعني حضرتك بصفتك رئيس حزب الاتحاد كنت أتحدث مع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني قبيل هذا الاتصال الهاتفي عن دور الأحزاب في الفترة القادمة، خاصة أن من بين الأربعة مرشحين كان هناك ثلاثة من أحزاب مختلفة، دورها في الفترة القادمة وما ينبغي لهم أن يتخذوه لمزيد من التفعيل مع الشارع المصري. سؤال مهم جدا. خلاص دور الأحزاب اترسم من الحوار الوطني واترسم من الانتخابات الرئاسية التعددية، خلاص الأحزاب السياسية لازم هتتواجد على الأرض ولازم هتتحمل مسؤوليتها السياسية في نشر الوعي والثقافة والقضاء على الشائعات بمنهجية، بسواعد شبابها سواء ولد أو بنت، يعني نفس النوعين، وكل هذه الأمور ستتم وسيتم تفعيل كل الكوادر الموجودة في المحافظات والتنظيمات الداخلية فيها، لأن خلاص أنا الأوام لأن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في الشارع المصري وتلتحم، وهو ده دور الأحزاب السياسية، هي حلقة الوصل ما بين الحكومة والجهات المعنية وما بين الشعب وما بين الشائعات والحقيقة. نعم، الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.